مكان مبني على بوابة بتفصل ما بين عالم الإنس وعالم الجن. المكان ده حقيقي وتقدر تدور عليه بنفسك. قلعة هوسكا أغرب وأخطر مكان موجود على كوكب الأرض. 1253 اتبنت قلعة هوسكا، وكان الهدف الحقيقي من البناء إنها تكون مركز لإدارة وتأمين البلاد. وطبعا الفترة دي الشكل الوحيد اللي كان بيأمن حدود البلاد هو بناء القلاع الحربية، وعلشان كده قلعة هوسكا لما اتبنت كانت مركز لإدارة البلاد، وهي حاليا موجودة في تشيك. لكن الغريب إن كل ما هو موجود في قلعة هوسكا من شبابيك أو بيبان هو يبان للناس إنه حقيقي، لكن لما بتدخل القلعة من جوه بتكتشف إن كل ده مجرد شكل. فالسؤال هنا، هي اتبنت ليه وليه اتسمت ببوابة الجحيم او بوابة جهنم؟ القلعة من جوه فيها كمية رسومات غريبة جدا، وتاريخ القلعة دي دايما طول الوقت بيقول ان كل من حاول يدخل القلعة دي او يعيش فيها او يعمل ابحاث علمية عليها علشان يعرف سبب بنائها الحقيقي ايه، غالبا الانسان ده بيتعرض لمشكلات كبيرة، وفعليا محدش قدر يوصل لحل واضح القلعة دي اتبنت ليه. القلعة فعليا ما فيهاش اي مظاهر حياة، ولا فيها اماكن للصرف الصحي، ولا فيها اماكن لوجود المياه فيها، ولا فيها اي وسائل للحياة حقيقية. والقلعة مبنية على تبة عالية جدا، ولما مجموعة من العلماء دخلوها لقوا فيها مجموعة كبيرة جدا من الهياكل العظمية لمجموعة من البشر مش معروف تاريخهم ايه او سبب دخولهم القلعة دي ايه. لو بصيت على القلعة من زاوية علوية هتكتشف انها مبنية وفيها فراغ من الوسط. الفراغ ده هو السبب الحقيقي لإطلاق عليها بوابة جهنم. قبل ما نكمل في قصة الفراغ خلينا اقولك ان بعد بناء القلعة اتطلب ان يتم بناء كنيسة داخل القلعة، وده علشان خاطر يدوا للسكان اللي كانوا عايشين في وقت بناء القلعة هناك مجموعة من الدروس او مجموعة من الخدمات اللي ممكن تقدمها الكنيسة للشعوب. الغريب ان كل الرسومات اللي داخل القلعة اللي ليها علاقة بالكنيسة هي رسومات مخيفة جدا، وبتوضح دايما صراع بين الانسان وبين كائنات غريبة موجودة. الكائنات دي غالبا بتشكل الجن، والجن في كل الرسومات دايما بيتعرض للخسارة، وكأن الرسومات اللي في القلعة دي بتعبر عن الصراع الحقيقي بين الانس والجن. نرجع بقى للسر اللي موجود في وسط القلعة. وسط القلعة فيها حفرة كبيرة جدا، الحفرة دي عمقها كبير جدا، مفيش حد قدر يوصل لآخر العمق، ولا حد قدر يعرف هو العمق بتاع الحفرة ده اتحفر ليه وازاي. مفيش اي طريقة بتنزل بيها الحفرة العميقة قوي دي الا عن طريق الحبال، والحقيقة ان مفيش حد قدر يوصل لعمق الحفرة دي تماما. والاغرب الاصوات او الظواهر اللي ممكن تسمعها او تشوفها من خلال الحفرة دي، ويقال ان الحفرة دي هي البوابة الرئيسية لجهنم، وعلشان كده بيتقال على قلعة هوسكا انها بوابة الجحيم. الاساطير بتقول ان كان في كائنات غريبة جدا وشكلها مخيف جدا كانت بتطلع من الحفرة دي بالليل، وكانت بتهجم على السكان اللي ساكنين حوالين القلعة. ولكن بعد فترة من الزمن ما بقتش الكائنات دي بتطلع بالليل بس، بقت بتطلع في اي وقت من اليوم، وشكلها غريب جدا ومخيف جدا، وهي دي الكائنات اللي مرسومة على جدران القلعة. وفترة من الفترات صدر قانون ان اي شخص محكوم عليه بالاعدام لو وافق انه ينزل الحفرة بتاعت قلعة هوسكا وينزل لحد اخر عمق في الحفرة ويطلع تاني ويوصف للناس ويقول للناس عمق الحفرة ده موجود في ايه، هياخد براءة. الغريبة ان كل من تقدم للفكرة دي وحاول يقوم بنفسه بالتجربة دي غالبا يا اما اختفى يا اما انتهى يا اما طلع من الحفرة دي على حسب ما الاساطير بتقول سنه اكبر من سنه الحقيقي باكتر من 30 سنة. في شباب كتير من المحكوم عليهم بالاعدام لما نزلوا الحفرة دي فجأة بدأوا يصرخوا جامد جدا ويطلبوا من الناس ان هم يطلعوهم لفوق، ولما طلعوهم اكتشفوا ان شعرهم تحول للون الابيض. والاساطير دي كمان مكتوبة في كل الاوراق اللي اتعملت عليها ابحاث علمية اللي تخص قلعة هوسكا. في مجموعة من العلماء والمستكشفين كانوا عايزين يتأكدوا هي حقيقة بناء قلعة هوسكا دي ايه، وايه سر الحفرة الغريبة اللي موجودة دي، وايه الاساطير والحكايات اللي بتتقال عن الكائنات اللي بتخرج من الحفرة، او الاصوات المرعبة اللي بتصدر من الحفرة، او حتى الروائح الغريبة اللي الناس لما بتقرب من الحفرة بتشمها وملهاش اي تفسير. الغريبة ان العلماء
والمستكشفين دول لما راحوا اجتمعوا كلهم على حاجة واحدة، ان القلعة دي اكيد ساكنها جن او ساكنها شياطين، لان الحقيقة ان كل العلماء والمستكشفين اكدوا ان اثناء اجراء الابحاث العلمية او الدراسات الاستكشافية داخل القلعة هم كمان كانوا بيسمعوا اصوات غريبة، وكانوا بيحسوا ان في حد معاهم اثناء عمليات البحث، تحديدا لما كانوا بيقربوا من مكان الحفرة. وفي جزئية مهمة جدا، ان هتلر من الشخصيات السياسية اللي عندها ايمان قوي بجوف الارض وسكان جوف الارض، وعلشان كده هتلر لما عرف حكاية قلعة هوسكا ارسل مجموعة من العلماء الالمان علشان يجروا دراسات واضحة على قلعة هوسكا ويقولوا له بالظبط القلعة دي سبب بنائها ايه والحفرة دي جواها ايه. وكان بيتم مجموعة من الابحاث السرية داخل القلعة، لكن كل الابحاث دي تم اخفائها ومحدش عارف البعثة الالمانية لما راحت عملت ايه. لكن التاريخ بيقول ان الجثث او الهياكل العظمية اللي لقوها داخل القلعة كان اغلبها للجنود الالمان، وده معناه ان لما العلماء مشوا من القلعة ورجعوا المانيا تاني تركوا مجموعة من الجنود علشان يأمنوا القلعة او يحافظوا على الابحاث العلمية او الاكتشافات اللي وصلوا لها. بس كل الدراسات والابحاث اللي اتعملت عن قلعة هوسكا محدش فيهم خالص انكر ان بنسبة كبيرة جدا ان قلعة هوسكا تكون هي فعلا البوابة او الحد الفاصل بين عالم الانس وعالم الجن. سلام عليكم.